الخبر واللي عدى عن احمد ابو الرب وسرقت مكتبه. احمد ابو الرب نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات يقول بها انه هو سرق مكتبه، ومن واضح من رده فعله هو كان كلش معصوم الموضوع. طلع يتصرخ لكن الحمد لله الموضوع صار كله عباره عن مقلب. طار احمد ابو الرب فنزل هذه الستوري، كاتب طلعوا كل الزفت الفريق مجتمعين وعاملين في مقلب. راطيكم الستوريات تشوفوا رده فعل احمد ابو الرب. مكتب كله ايش هذا؟ الله. طب ليه مو سكرت المفتاح؟ ليه مو سكرت؟ اخلص يا اخلص اخلص ايش خلصي؟ الله يجمع كل شيء كل شيء كل شيء هون. كمبيوترات كان في كمبيوترات هون كان في كم لا حول ولا قوة الا بالله. كمبيوتر كمبيوتر الجيم لا الله. انت ما عندك ضمير والله. انت كمان انت كلكم ايش في؟ كيف قدرت؟ وين كيف طلعت الاغراض؟ متى؟ يمكن كان لك تترك المكتب مفتوح. انا حكيت لك؟ اخرب بيتك. انا حكيت لك يا جماعه اقسم بالله كنت حشق على حالي. يا جماعة اقسم بالله قلبك كان طالع من القميص والله العظيم كان بدق هيك كنت بدق هيك كنت حنجلط. يا جماعة كشفنا له البرانك هاي حتى ما يموت. طلعوا مخبين كاميرات في كل المكتب وطلعوا بيصوروا فيديو اوكي انا صرت في البيت. صدقة يا جماعة ما كنت عارف انه مقلب. ام سوري والله. وبعرف اني كنت شوي حقير مع سبب الستوري. القصة انه المقلب عملوه بطريقة انه كل الغلط كان عصبة. مش عارف ليش هيك عملوه. الغلط كان كله عصبة. ومع هيك انا الاشي الوحيد اللي حكيت لها اللي هي اخرسي. ما عملت ولا اشي تاني حتى ما صرخت عليها. بس هم عاملين المقلب انه هي تركت الباب مفتوح وتركت باب المكتب مفتوح وكل شيء. طبعا صور فيديو الشباب الطيبة. حتشوف الفيديو حتشوف اني والله ما شاء الله عني اقسم بالله اني محترم يا اخي. ما سبيت ما سويت شيء بس كنت كثير كثير مصدوم. كنت برجف قاعد. لا وطلعوا حاطين كل الكمبيوترات كل شيء حاطينه في الحمام. فانا اصلا ما رحت الحمام. ما كنت مصدوم من السرقه. ما رحت الحمام. ليش حروح الحمام؟ فيش شيء في الحمام. طلع كل شيء حاطينه هناك. لو اني بس رحت الحمام كان كشفت الموضوع. الخبر الثاني عادنا عن مفاجات اليوتيوبر. فاول يوتيوبر عادنا هو نور مار. فنور مار نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات على من خلاله راح ينزل مقطع اليوم الساعه 4. وهذا المقطع حسب ما يقول له مقطع ناري حيكون بمغامرات واشياء خطيره. بنفس الوقت على انه حينزل مقطع ثاني حيكون على القطه مالته. راح تكون هذه الستوريات. انا عند رشا فشفت القطط يا جماعه. شفتوا شوي منهم شيء بخوت شيء بدهش. انا ما توقعت يصيروا هيك. فراح اسوي لكم فيديو ان شاء الله قريبا، مو قريبا يعني شوي بعد عنه على اليوتيوب. راح اقول لكم اسماء وشغلاتهم وايش بيعملوا. شيء غريب عن جد يا جماعه. هاي طبعا الباندانا هون كانت عن جد يا جماعه بدون مبالغه. صاروا يعني شيء رهيب جد. انا ما توقعت هيك راح يصيروا. كثير فرحان كثير فرحان. بس في بناتهم واحده مريضه وعم نعالجها ان شاء الله. اوكي دوروا منتج لكم فيديو بكرة يا جماعة. منتج فيديو بكرة وبنجي بنزل لكم ستوريات. خليكم جاهزين بكرة على الساعة 4. أنا ما بعرف أبصر لي اليوم. وأخيرا لحقت فيه على السحور. ما فوت على الفطار لحقت فيه على السحور وشكلها كثير نعسان. أما اليوتيوبر الثاني عدف هو طبنجو بريانا. طبنجو نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات على من خلاله راح ينزل مقطع اليوم الساعة 4. مقطع جديد وبحط البي البرومو مال المقطع. والبرومو كله عبارة عن ضحك. شكل الحد يضحك حيكون. لا انا هاصل اضحك. هنا على المونتاج عم خسروني فريق المونتاج. اكتبوا لحبا بالكومنتات المقطع من متحمسين اكثر بين نور مار وطبنجة وماريانا غريب. الخبر الثالث اللي عدنا عن ريمبو ستوب وصول لسبب الانستغرام ل 600,000 متابع. فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايب انه تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على النور ستارز. النور ستارز نزلت على سبب الانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بهذه الصوره. هذا كل الكومنتات اللي جت قاعدين يستهزئون عليها من جمهور نارين بيوتي، واللي قاعدين يقولوا هذه مو حقيقيين، واللي قاعدين يهتمون عليها ويستهزئون بها. فاكتبونا احبابي الكومنتات اشتركوا بهذا الخبر وهل هي تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن عيد ميلاد المشاهير اليوتيوبر. فاول شيء بالنسبه لياسو، فياسو عيد ميلادها باكر واللي راح صار عمرها 21 سنه. فكل عام وانتم بخير واقبال مليون سنه يا رب. وطبعا لا تنسوني حبايبي اللي تباركوا لي بالكومنتات. وبنفس الوقت هي نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات اللي هي تذكر بها المتابعين انه عيد ميلادها باكر، وبنفس الوقت تقول قصه حزينه عن عيد ميلادها. راضيكم من السر هذا اللي حابين نشوفه كامل. كيفكم؟ شو اخباركم؟ حبيت هيك انه اذكركم انه عيد ميلادي يوم الاربعاء. اي حدا حابب يبعث لي هديه او شيء ما بيقدر. بعتوا لي معايدات بس. شكرا الناس اللي متابعيني من هذيك السنه بتذكروا هذيك السنه كيف قضيت عيد ميلادي.
نفس هاي السنة تماما حيكون، لأنه أولا رمضان، ثانيا حظر، وثالثا طالع لي حبة بسلم عليكم وعم نقي لها اسم. ساعدوني شو سميها يعني هلا وقتها. شكرا يا دنيا. عادي أساسا الموضوع ما يزعل أبدا. فكرة وحياة الله، أنا ب 2019 قلت إنه رح صير أحتفل بعيد ميلادي وما بعرف شو ب 2019، تمام؟ يعني أنا ما بحتفل بعيد ميلادي، بس لما قررت هاي صار تاني سنة بعد القرار أخذته، كون حظر كورونا ورمضان وبالبيت يعني. الناس اللي عم يسألوا حيصير عمري 21، بس والله. أما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فهو عمر بربو، عيد ميلاده هو اليوم، عيد ميلاده، فكل عام بخير وأقبال مليون سنة يا رب. وتنسوا لي حبايبنا تعيدوا بالكومنتات على عيد ميلاده. الخبر السادس اللي عندنا عن كشف حقيقة نارين بيوتي وأسرارها الغامضة، فنزل هذا المقطع على القناة الثانية اللي هي قناة مملكة المشاهير. أتمنى من كل حبايبنا إنه يروح يشوف هذا المقطع ويوصل 50,000 مشاهدة. أول ما يوصل حنزل لكم باقي كشف حقيقة عن اليوتيوبر، باقي نحط لكم الرابط بالوصف. وبيصل حبايب لهنا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أعجبكم، حطوا زر لايك، اشتركوا بالقناة، بس مع السلامة.